ويكي بودكاست، سلسلة بودكاست حول ويكيبيديا ومجتمع ويكيميديا. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم معنا في بودكاستكم الشهري ويكي بودكاست، البودكاست الذي يلقي نظرة عامة على عالم ويكيبيديا الموسوعة الأكبر في تاريخ البشرية. في كل حلقة سنتعرف وإياكم على موضوع جديد، برنامج جديد، أعضاء جدد. الحلقات ستكون بلغات ولهجات متعددة كاللغة العربية واللغة الأمازيغية والدارجة المغربية. أنا لبنى إيت أوماست، عضوة بمجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب. في حلقة اليوم سنتعرف على شراكات المؤسسة من خلال حوار مع السيدة فريدة للحصول على معلومات تمكننا من فهم أفضل لدور الشراكات في تعزيز وصول المعرفة للمجتمعات. أتمنى أن تستمتعوا معي ورفقة ضيفتي. قبل البدء دعوني أرحب أولا بضيفتي السيدة فريدة. سيدة فريدة، أهلا بك. أهلا بك يا الأستاذة لبنى، وشكرا على الدعوة، وأنا متحمسة جدا أن أنا أشارك معاكم بعض المعلومات أن يا رب تستفيدوا منها إن شاء الله. أهلا بك سيدة فريدة، وسأقولها باللهجة المغربية، مرحبا بك معنا اليوم في الحلقة. نحن أيضا جد سعداء بقبولك الدعوة وبمشاركتك هذا الحوار. أنا متأكدة أنه سيكون حوارا جميلا وغنيا أيضا. هنا سيدة فريدة، هل يمكنك أن تعرفينا أولا بنفسك؟ من تكون السيدة فريدة وما هو دورها في ويكيميديا؟ طبعا أنا اسمي فريدة الجريتلي، وأنا بشتغل في مؤسسة ويكيميديا بقالي من ساعة أكتوبر 2022، وده تقريبا يعني مدة بقالي موجودة في المؤسسة سنتين. ودوري مسؤولة برامج لفريق موارد المجتمع أو فريق المنح لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأنا برضو بشتغل كمديرة الشراكات في نفس المنطقة. فبشتغل عندي يعني بشتغل في فريق المنح وفريق الشراكات. جميل جدا سيدة فريدة، تقومين بعمل رائع جدا داخل المؤسسة. هنا سيدة فريدة أود أن أسألك، لأنه كثيرا ما يأتينا هذا السؤال، ماذا تعني مؤسسة ويكيميديا؟ كثيرا ما نسأل هذا السؤال، وما الفرق بينها وبين ويكيبيديا مثلا؟ فهل يمكنك أن تعرفي لنا مؤسسة ويكيميديا؟ أيوة، فمؤسسة ويكيميديا هي منظمة غير ربحية بتدير ويكيبيديا ومشاريع المعرفة المجانية الأخرى التابعة لويكيميديا. ورؤيتنا زي رؤية الحركة هي أن كل إنسان يقدر أن يشارك بحرية في مجموع المعرفة. والمؤسسة بتتكون من إدارات وفرق مختلفة بتركز على أدوار عديدة. ففي الإدارة بتركز على تطوير المنتجات والتكنولوجيا، والإدارة دي بتحافظ على البنية الأساسية لتشغيل مشاريع ويكيميديا بسلاسة على قدر الإمكان، ولتطوير أي منتجات لتحسين جودة المنصات. فدي إدارة، وفي طبعا إدارات أخرى بتركز على التمويل وجمع التبرعات والاتصالات والأمن وفريق بيركز على أمن وأمان المتطوعين، بالإضافة إلى الإدارات الأخرى اللي بتركز مثلا على الشؤون القانونية. وأنا من ضمن الفريق اللي بيركز على التطوير والنمو المجتمع ودعمه. فده معناه إيه؟ ده معناه أنه الفريق ده بيركز على أي حاجة لو علاقة بالنمو ودعم وبناء قدرات المجتمع والمتطوعين. فمثلا من ضمن هذا الفريق في فريق المنح والشراكات والبرامج المختلفة، مثلا برنامج التعليم وبرنامج اللي بيركز على التراث.
فدي المؤسسة، وده اللي بنركز عليه، يعني كل حاجة في الآخر لدعم المتطوعين من خلال تطوير المنتجات والتكنولوجيا، وكمان من خلال دعم المجتمع. هنا سيدة فريدة، أريد أن أسألك عن الشراكة. فنعلم أن هنالك مجموعة من الشراكات بين ويكيميديا ومختلف المنظمات وما إلى ذلك، لكن ما المقصود أولا بالشراكة؟ عندما نقول بشراكة ماذا نقصد بها في إطار ويكيميديا؟ تمام. لما بنتكلم على شراكة بالذات في سياق حركة ويكيميديا، احنا بنتكلم على شراكة بتدعم المتطوعين في أداء عملهم بشكل أفضل. يعني في الآخر احنا حابين انه اي شراكة، لو مثلا ممكن تبقى من خلال توفير الوصول الى محتوى لإضافة المحتوى ده لمشاريع ويكيميديا، أو ممكن يكون مثلا الشراكة دي له علاقة بالوصول إلى مكان عشان نعمل حدث أو ندوة، أو ممكن تكون الشراكة بتركز على توفير أو توصيل نوصل لجمهور جديد لأعضاء ويكيميديا لمشاركة عملهم أو تجنيد المزيد من المتطوعين. في الآخر اللي احنا بنحاول نعمله إنه من خلال أي شراكة، هي الهدف الأساسي بتاعت الشراكة دي هي تدعم المتطوعين، وإن نعمل الشغل اللي هم اوريدي بيعملوه يتعمل بطريقة أفضل وأحسن وبجودة أفضل. فده اللي مقصود بالشراكة بس في سياق حركة ويكيميديا. نعم سيدة فريدة، وما هي الأهداف الاستراتيجية التي تسعى منظمة ويكيميديا لتحقيقها من خلال هذه الشراكات؟ أوكي، السؤال ده حلو. الشراكة المثالية بالنسبة لنا أو بالنسبة لفريق الشراكات هي اللي بتوازن بين هدفين استراتيجيين، أول حاجة نمو المجتمع، والحاجة الثانية المساواة في المعرفة. فبخصوص نمو المجتمع، احنا بندور على شراكات بتركز على زيادة المحتوى أو عدد المساهمين أو عدد القراء بطريقة إنها توسع المجتمع، وبالنسبة لي المجتمع العربي أو المجتمع اللي موجود في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وطبعا نتأكد إنه المحتوى ذو جودة، يعني المحتوى جودة مناسبة ويتبع سياسات ويكيميديا وإرشاداتها. والحاجة الثانية اللي هي بتركز الهدف الثاني، الشراكات اللي بتركز على المساواة في المعرفة، إن احنا رغم إن احنا عايزين نزود المحتوى والمساهمين والقراء، في الآخر برضو عايزين نتأكد إن احنا بنضمن إن الحركة بتتحرك نحو المساواة في المعرفة. فده معناه إن احنا عايزين نزود في التمثيل اللي له علاقة بالشرائح اللي هو إن هما مش أو الفئات اللي مش موجودة داخل الحركة، أو يمكن تبقى مش represented كفاية أو مش متمثلة بطريقة مناسبة فمثلاً بنتكلم على تمثيل يكون فيه نساء أو مجموعات مثلاً لغوية اللي احنا مش بنشوفهم كتير في مشاريع ويكيميديا، وحتى الشباب. يعني في حابين ان احنا نركز من خلال الشراكات على الشباب عشان نتأكد انه يكون على طول في متطوعين داخلين جديدة في الحركة. نعم اكيد سيدة فريدة، اتفق معك في ما قلته، أنه أن الشباب يجب علينا أن نركز على الشباب أكثر، لأنه هم الذين سيساهمون في استمرارية العمل الذي نقوم به كمتطوعون. بالضبط. نعم، هنا فيما يخص الخطوات، يعني ما هي الخطوات المتبعة لضمان الاستدامة والنجاح طويل الأمد لهذه الشراكات أو للشراكات القائمة؟ تمام. هو الحاجة، أول حاجة يعني من وجهة نظري، إنه يعني قبل ما نبدأ في الخطوات، احنا مش يعني كمؤسسة ويكيميديا مش هنستثمر في أي شراكة لو ما فيهاش دعم من المجتمع، عشان المجتمع هو اللي لازم أن يكون واجهة الشراكة دي مع الشريك، ومش المؤسسة. احنا بنقدم الدعم، يعني احنا بالنسبة لنا مثلا هي الشراكة هي المفروض تبقى في إيد المجتمع، ومسؤولية المجتمع في الحفاظ على الشراكة. ولكن طبعا بيتطلب الشراكة استثمار كتير في الموارد،
مثلا ساعات بيكون مجموعات المستخدمين ما عندهمش مثلا تمثيل او حد او مؤسسة رسمية، فمثلا هيحتاجوا ان المؤسسة تساعد في توفير، يعني لو محتاجين مثلا يمدوا اي موافقات ممكن المؤسسة تبقى موجودة لدعم المجموعات المستخدمين. وكمان في موضوع التنسيق، يعني ساعات بيكونوا محتاجين دعم في تنسيق مثلا الشراكة او في ان احنا مثلا نكمل في خطوات الشراكة اللي انا هتكلم فيها دلوقتي، وده ممكن المؤسسة برضو تدعم في ده. وبس في الاخر قبل ما نبدا في يعني ان احنا نفكر في الشراكه، لازم نفكر انه استمراريه الشراكه هي الشراكه اللي فعلا بتعمل لصالح جميع الاطراف، وما تبقاش بس متركز على الاحتياجات بتاعت مؤسسه شريك واحد ومش الاخر. فمن ناحيه الخطوات، من المهم طبعا اول حاجه ان احنا نحدد الحاجه المعينه للشراكه دي. فهل مثلا بندور على مكان عايزين نبني شراكة ليها، أو مثلا بنفكر في عايزين ندور على مصادر لمحتوى معين، أو بنبحث على جذب أصلا جمهور معين جديد أو شباب مثلا، فممكن ندور على شريك معين. فالأول لازم أو عايزين نفكر في مثلا شراكة استراتيجية تبقى فيها حاجات مختلفة كتير مش بس حاجة واحدة، فلازم نحدد الحاجة دي أو المعايير للشريك المثالي. فدي أول حاجة. وبعدين أول ما نحدد المعايير دي ممكن نبدأ في البحث عن الشريك ده. ومن المهم إن لما نيجي ندور على الشريك لازم نتأكد إن المؤسسة دي متوافقة مع مهمتنا اللي هو والقيم الحركة وحركة ويكيميديا. وبعد ما نكون حددنا مثلا عدد من الشركاء اللي احنا شايفين ممكن نتعامل معهم او نشتغل معهم، ممكن نبدأ بمحادثات أولية. فدي بتساعد ان احنا على الأقل يعني نشوف نقيس الى اي مدى عندهم اهتمام ان هم يشتغلوا معنا يعني كمؤسسة وكمجموعات مستخدمين. وبعد المناقشات دي أو المحادثات دي ممكن نقرر نكمل مع شريك واحد أو كذا شريك، يعني وده بيعتمد على الهدف. ودي فترة إن احنا نحدد نطاق العمل، فنشوف بالضبط بوضوح مين إيه مسؤولية كل شريك في الشراكة دي. والفترة دي ممكن تاخد شوية وقت لحد ما نتأكد أن كل شريك حاسس أنه في وضوح في الشراكة دي. وأخيرا بمجرد توقيع الاتفاقية بنبدأ بداية طويلة ورحلة طويلة في التواصل المستمر والحفاظ على الشراكة. وده فعلا بياخد تواصل كتير لضمان أن احنا عندنا فهم مشترك ونتأكد أن كل شريك يعني شايف أنه الشراكة دي شراكة كويسة وشغالة كويس. وعادة طبعا بيكون في مشاكل بتطلع خلال الشراكة دي، وبيحتاج انه من خلال التواصل ومن خلال المكالمات الكتيرة ممكن نحل المشاكل دي مع بعض. يعني وعادة دي بتاخد يعني بيبقى في وقت محدد للشراكة دي، ولما نقرب لانتهاء الشراكة عادة بنحب نقيم الشراكة خلال المشروع، بس بيبان لو في ليها أثر كويس أو جيد. فبالتالي لو لقينا إنه فعلا شغال كويس ممكن نقرر في إن احنا نكمل المشروع، نفكر في مثلا لو عايزين نزود موارد للعلاقة دي، ولو لا ممكن ما فيش أي مشكلة إن احنا ننهي العلاقة دي برضو بالشراكة دي، ما فيش مشكلة. فلازم نكون برضو صراحة مع بعض، لو شايفين إن الشراكة مش شغالة كويس يعني لأسباب معينة، ممكن ما فيش مشكلة إن هي ننهي الشراكة ونبدأ في شراكة تانية مع شريك آخر. ولو لقينا فعلا ان ليها أثر كويس نكملها، وممكن كمان نفكر في ان احنا يعني خلال الموضوع ممكن نحشد شركاء اخرى لو شايفين انه فعلا ممكن نكبر نطاق المشروع او الشراكة، وده طبعا مبني على هدف المشروع او الشراكة اللي احنا بنفكر فيها. فبس يعني دي الخطوات الأساسية. أول حاجة إن احنا ندور على شريك، نحدد الحاجة، أول حاجة نحدد الحاجة المعينة للشراكة دي، وبعدين ندور على الشركاء مبنية على المعايير اللي احنا بنفكر فيها. الحاجة الثالثة هو إجراء بعض المحادثات الأولية مع الشركاء اللي احنا بنفكر فيهم، وبعدين لما نختار الشريك نمضي الموافقة، وبعدين نكمل في التواصل المستمر. الحاجة الأخيرة نقيم الشراكة ونشوف لو عايزين نكمله ازاي وعايزين نطوره ازاي.
شكرا لك سيدة فريدة على جوابك. وفي نفس السياق أود أن نتحدث عن كيف يتم استخدام نتائج التقييم لتعديل وتطوير الاستراتيجيات المستقبلية للشراكات. يعني كما قلت أنه يمكن أن تستمر شراكة مع جهة معينة، كما يمكن أن يتم يعني التوقف عن تلك الشراكة. فكيف يتم استخدام هذه النتائج من أجل الاستراتيجيات وتطويرها؟ تمام. فعادة يعني لو دي شراكة كانت مبنية من خلال مجموعة المستخدمين وشريك آخر والمؤسسة، بنجتمع مع بعض ونتكلم عن الحاجات اللي احنا اتعلمناها من خلال الشراكة دي، يعني على آخر المشروع يعني. وعادة المؤسسة هنتبع الأفكار، أو يعني هنتبع اللي بيفكروا فيها مجموعة المستخدمين، عشان زي ما أنا قلت في أي شراكة عايزين حد من المجتمع، فلو يكون مجموعة مستخدمين أو كده، حابين إن احنا نعرف إيه رأيهم في المشروع ده، في الشراكة دي. وبعد كده هندعمهم لو هما شايفين إن في، بعد ما اتكلمنا ولقينا إن احنا عايزين نكمل في الشراكة دي، هنشوف إيه أحسن طريقة إن احنا نعملها. وغير كده احنا يعني كمؤسسة ويكيميديا او فريق شراكات، بنحاول قد ما نقدر ان احنا يكون في محادثات مستمرة مع المجتمع لتحديد احتياجات الشراكات اللي هم شايفينها مهمة او أولوية في المنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وبنبني او بنطور استراتيجيات الشراكات مبنية على المحادثات دي. وفي نفس الوقت يعني عشان انا برضو شغاله في فريق المنح، بنحاول قد ما نقدر ان احنا نحلل الانشطه اللي بيطلب للتمويل، عشان نعرف ايه الشراكات الاقليميه الاكثر اهميه التي يجب ان نركز عليها. ودي حاجه وتانيه بعملها. وعلى سبيل المثال، انا شفت مثلا من خلال الطلبات للتمويل ان في اهتمام كبير بتوثيق التراث العالمي في المنطقه العربيه، فبالذات يعني للبروتكشن للتراث العالمي في المنطقه عندنا. فعشان كده بنحاول نعطي اولويه ان احنا نحاول ندور على شراكات ليها علاقه بالحته دي. وزي ما احنا شايفين برضو في المنطقه في اهتمام كبير في حملات زي ويكي لوفز كلايمت تشينج، او ويكي تهوى المناخ، وفي برضو ويكي لوفز مونيومنتس، ويكي تهوى المعالم. وعشان كده برضو بنفكر في ازاي ممكن ندعم الحملات العالمية دي على مستوى الإقليمي من خلال الشراكات. نعم سيدة فريدة، هنا أود أن أسألك عن الاستراتيجيات التي تعتمدها ويكيميديا لتوسيع نطاق الشراكات الحالية. تمام. في كذا حاجة بنعملها صراحة يعني داخليا في المؤسسة. أنا بشتغل مع، أولا إحنا بنجتمع كزملاء يعني في فريق الشراكات، إن إحنا نشوف إيه الحاجات التشابه بين عدة المناطق. يعني مثلا ممكن ألاقي إن في منطقة الشرق الأوسط في حاجات يعني أو احتياجات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شبيهة مثلا المنطقة الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى. واللي احنا بنفكر فيها إزاي ممكن نشتغل مع بعض لتوسيع نطاق الشراكات الموجودة أو اللي شغالة حاليا للمنطقتين. فمثلا لو أنا ببني شراكة مع يونسكو في المنطقة العربية، هل ممكن مثلا نوسعها عشان تدعم برضو منطقة أخرى، أو العكس لو في مثلا شريك في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، هل مثلا ممكن نفكر في توسيع نطاق الشراكة عشان تتضمن برضو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟ فدي حاجة بنعملها. وحاجة تانية زي ما بقول إنه بنتكلم كتير مع المجتمع عشان نحدد الاحتياجات اللي هم محتاجينها، وبتفضل تتطور خلال الـ يعني السنة. فبنلاقي مثلا الاحتياجات اللي احنا شفناها في أول السنة ممكن تبقى تختلف تماما على آخر السنة، فبالتالي بنحاول قد ما نقدر إن احنا نلب يعني تلبية الاحتياجات من خلال الاستراتيجيات اللي احنا بنحطها للشراكات.
نعم سيدة فريدة، هنا أيضا أود أن أسألك عن كيف يمكن لهذه الشراكات أن تسهم في رفع جودة ودقة المحتوى المتاح على منصات ويكيميديا؟ السؤال ده حلو جدا. فيعني من الحاجات، من الامثله الجيده اللي شفتها يعني في الشراكات اللي بترفع جوده ودقه المحتوى، هي مكتبه ويكيبيديا اللي بيشتغل عليه زميلي فيبن، وهي عباره عن عدد من الاتفاقيات مع المجلات والصحف والمنافذ الاعلاميه اللي بتشيل الباي وول او جدران الدفع، او يعني وبيوفروا الوصول الى المحتوى للمحررين على ويكيبيديا، ان هم يستخدموا المحتوى ده كمصدر للمقالات بتاعتهم، ودي بتساعد طبعا على اثراء المقالات على ويكيبيديا وبيحسن الدقه كمان. وغير كده اللي احنا بنفكر فيها كمان هي حاجتين. اول حاجه يعني بندور على شراكات بتساعد في مواضيع محدودة، يعني زي ما قلت إنه كان في شراكة في شراكة شغالين عليها مع منظمة بتركز على التراث العالمي وإزاي بنوثق التراث العالمي، وده ممكن في الآخر تساعد على في بناء قدرات المحررين على توثيق وكتابة مواقع كتابة يعني كتابة مواقع التراث العالمي في المنطقة العربية. فدي من ضمن مثلا الحاجات اللي احنا بنفكر فيها، الحاجات اللي هي بتبقى دقيقة وفي موضوع معين، ده بيساعد جدا. وغير كده في شراكات طبعا بتركز يعني طويلة المدى، طبعا بتحتاج موارد كتيرة، بتركز على تدريب مثلا طلبة على ازاي ممكن يكتبوا مقالات جودة عالية، بس دي بتبقى طبعا مكلفة من ناحية الموارد وبتاخد وقت. فيعني بنحاول قد ما نقدر ان احنا نشتغل على شراكات، اولا مكتبة ويكيبيديا مثال كويس قوي من ناحية إتاحة المحتوى لرفع دقة المحتوى على ويكيبيديا، وفي نفس الوقت في شراكات أخرى بتركز على مواضيع معينة بتساعد في برضو في رفع جودة ودقة المحتوى. هنا سيدة فريدة، وأنت تتحدثين عن الشراكات وما إلى ذلك، أود أن أسألك فيما يخص يعني كيف يمكن لويكيميديا أن تقوم بالتحفيز أو أن تحفز الشركات والمؤسسات من أجل إبرام شراكات بينها وبين ويكيميديا؟ طيب أنا ممكن مثلا أدي مثال بخصوص مثلا يعني افتكر يعني بتختلف يعني depending على المؤسسة اللي احنا بنفكر فيها، بس مثلا لو فكرنا في المؤسسات التعليمية، ففي نطاق المؤسسات التعليمية بنشوف ايه الحاجات اللي هم بيركزوا عليها او الحاجات اللي شايفينها مفيدة بالنسبة لهم. فمثلا هديكي مثال، انه المؤسسات التعليمية بالنسبة لهم مهتمين ان هم يخرجوا طلبه منتجين للمعرفه، فبالنسبه لنا ممكن يعني لما بنيجي نتكلم على شراكه مع مؤسسات تعليميه بنركز على ازاي ممكن نبني قدرات الطلبه على التفكير النقدي، وازاي ممكن يساهموا في مشاريع ويكيميديا، وده يعتبر يعني منتج يكونوا يعني يشتغلوا كمنتجين للمعرفه. فدي من ضمن الحاجات اللي احنا ممكن نعملها، يعني ان احنا نشوف من منظورهم الحاجات اللي هم مهتمين بيها ونفكر فيها، يعني ونفكر ازاي احنا ممكن او ايه الاحتياجات، زي ما احنا بنفكر في احتياجاتنا كشريك في الشراكه دي، بنفكر من وجهه نظرهم ايه الحاجات اللي هم هيكونوا مهتمين بيها عشان نحفزهم زي ما انت بتقولي ان هم يعني ان احنا نبدأ شراكة مع بعض. نعم سيدة فريدة، هنا أيضا أود أن أسألك في نفس السياق، كيف يتم تعزيز الاستفادة المتبادلة بين ويكيميديا والمؤسسات التعليمية من خلال هذه الشراكات؟ طبعا هو في موارد ومعرفه كتير قوي بخصوص مثلا ان احنا في بناء البرامج التعليميه اللي احنا شفناها في الحركه، يعني فانا اعتقد انه اولا يعني ممكن قبل ما نبدا مثلا شراكه مع مؤسسه تعليميه ممكن نتعلم كتير من
الشراكات اللي اتعملت قبل كده ونستفيد منهم ازاي هم فعلا اشتغلوا مع المؤسسات دي ونستخدمها في الشراكة بتاعتها. فدي أول حاجة. وممكن كمان نفكر مع يعني مع أساتذة، أو يعني لو احنا هنتكلم على المؤسسات التعليمية أو الجامعات خصوصا بالأخص، خلينا نقول إنه ممكن نفكر في إزاي الأساتذة ممكن يدمجوا البرامج اللي احنا بنصممها مثلا كمجموعات مستخدمين أو كده مع الزمن الأكاديمي أو السكادجول الأكاديميك سكادجول بتاعهم، عشان أعتقد ده ساعات بيبقى تحدي. في نفس الوقت احنا كويكيميديا بنكتسب بعدد كتير من المساهمين الشباب اللي ممكن ندمجهم في الحركة، وزي ما احنا كنا بنتكلم قبل كده ده مهم بالنسبة لنا عشان المساهمات دي ممكن تبقى متعددة الأجيال، وفي الآخر مهمة بالنسبة لنا ان احنا يكون على طول في ناس بتخش الحركة. بالأخص يعني عندي مثال مثلا، كان عندنا الشراكة مع الأفكار بلا حدود، وكان في طلبة هم كانوا مركزين أصلا في موضوع الترجمة، ودي مهارة كويسة جدا للحركة إن يكون في ناس عندهم أصلا خبرة في الترجمة إن هم ينضموا للحركة. فأفتكر إنه مهم طبعا إن احنا نشوف، يعني لو احنا هنتكلم مع مؤسسات تعليمية نشوف هم خبراء في ايه، وازاي ده ممكن برضو يساعدنا في الحركة في تطوير محتوى في المواضيع المختلفة. شكرا على جوابك سيدة فريدة. هنا أيضا أود أن أسألك، كيف تساعد هذه الشراكات أو لا الشراكات مع المنظمات الغير ربحية والحكومية في تعزيز وصول المجتمعات المهمشة إلى المعرفة؟ تمام. فأول حاجة زي ما كنت بقول إنه الاستراتيجية اللي احنا حاطينها للشراكات والمنح هي بتركز أساساً على يعني على الوصول للفئات أو المجتمعات المهمشة، يعني فاحنا حاطينها كأولوية. بس من ضمن الحاجات اللي احنا بنركز عليها كشراكات، أول حاجة هي إتاحة الفرص للي أصلاً ما عندهمش الفرصة إن مثلاً يجي لهم موارد مختلفة أو تمويل. فمن ضمن الشراكات اللي أنا بركز عليها حالياً هو إزاي ممكن نخلق المجتمعات اللي هم أصلاً يمكن يكونوا عندهم أنشطة مش عارفين يوصلوا للمنح، فإزاي ممكن نستخدم الشراكات إن احنا نلاقي مثلاً راعي مالي عشان المجتمعات اللي أصلاً فيها نشاط يجي لهم على الأقل التمويل أو الموارد اللي هم محتاجينها عشان يعرفوا يبدأوا في إنتاج معرفة على المنصات المختلفة. فدي أول حاجة. احنا طبعا شغالين برضو مع لدعم المجموعات المستخدمين اللي هم يمكن ما يكونش عندهم اللي حاليا مثلا يكون في حروب او حاجات مختلفة يعني بتأثر على الشغل بتاعهم، فازاي ممكن من خلال الشراكات ان احنا ندعمهم برضو. دي من ضمن الحاجات اللي احنا بنركز عليها. وكان في برضو زي ما قلت لحضرتك انه كان في شراكة مع افكار بلا حدود، كانوا برضو شغالين مع مجتمع المجموعات الكردي اللي هم برضو مش يمكن مش شغالين معاهم دايركتلي، فده برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بنعمل. بنبدأ شراكات مع مجموعات، قصدي المنظمات غير ربحية اوريدي بيشتغلوا مع مجموعات مثلا يعتبروا مجتمعات يكونوا مش مثلا مركزين عليها من خلال الشغل الاساسي اللي احنا مع المجموعات المستخدمين وكده. فبنحاول قد ما نقدر ان احنا نبني شراكات برضو اوريدي مع منظمات بيشتغلوا مع المجتمعات دي. هنا سيدة فريدة تحدثنا عن الشراكات مع المجموعات الغير ربحية والحكومية، أود أن أسألك كيف تتعامل ويكيميديا مع الشراكات مع المؤسسات التجارية، وما هي الضمانات الموضوعة للحفاظ على حيادية ونزاهة المحتوى؟ نعم. فمبدئيا يعني عادة لو مثلا هنتكلم هنكون في شراكة ما بيننا وما بين مثلا شركة أو كده،
عادة ممكن يكون شراكة بسيطة، مثلا ممكن مثلا نستخدم المقر بتاعهم وفي الآخر نحط اللوجو بتاعنا بتاعهم على الندوة أو حاجة بسيطة كده. بس في برضو لو مثلا في شراكة هم حابين إن هم يأثروا على المحتوى، ده بالنسبة لي معناه إن هو مش الشريك المناسب، وبالتالي ممكن يعني ندور على شريك آخر، عشان في الآخر يعني من أهم حاجة إنه المحتوى تتناسب مع السياسات والإرشادات اللي اوريدي موجودة على المنصات ويكيميديا. وده معناه إنه مش مفروض أي شريك يكون له أثر، عنده أي نوع من أو أثر مع المحتوى. فده معناه إنه نوقف خالص الشراكة ونبدأ ندور على شريك آخر. هنا أود أن أسألك عن التحديات، فما هي التحديات التي تواجهها ويكيميديا في التعاون مع المؤسسات بصفة عامة؟ عادة اللي ممكن يعني التحديات بتبقى مختلفة بناء على المؤسسات اللي احنا بنفكر فيها. يعني خلينا نتكلم مثلا على المؤسسات الأكاديمية. المؤسسات الأكاديمية مثلا عندها الجدول الزمني بتاعتها، ودي على فكرة مشكلة ممكن تبقى على أي شريك. يعني عادة كل شريك عنده الجدول الزمني بتاعته اللي حابب يركز على أنشطة معينة، ويمكن دي ما تبقاش نفس الجدول الزمني اللي احنا بنفكر فيها. فبالتالي لازم نفكر في ايه انسب طريقة ان احنا نربط كل الـ 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 الاولويات ما بين كل شريك مع بعض. وطبعا في من ناحية الشراكات، فدي اول حاجة ان ممكن الجدول الزمن يبقى مختلف لكل شريك. وطبعا في حاجات ليها علاقة بالمسائل البيروقراطية اللي لازم يتعامل عشان نبدأ شراكة. فعادة لازم نخش في بعض الحاجات، يعني الاتفاقيات ساعات بتاخد وقت طويل، فده ممكن يأثر برضو على الشغل اللي احنا محتاجين نعملها، أو بالذات لو احنا كنا مخططين ان احنا نبدأ في ميعاد معين. فدي من ضمن التحديات. كمان الحاجة الثانية له علاقة أكثر كمان باستدامة الشراكة. فطبعا كل شراكة بتاخد موارد كتيرة قوي، وبتبقى محتاجة موارد مالية، موارد بشرية، وبياخد تنسيق وجهد كتير قوي، وكتير وبالذات عشان احنا كفريق الشراكات عايزين ان احنا المسؤولية او القرار تبقى في مع المجتمع، بنبقى محتاجين في ان احنا ندعم طبعا، بس بياخد وقت، يعني وقت كبير قوي للمتطوعين ان هم يديروا الشراكه دي، بالذات ان هم اصلا بيكونوا عايزين يركزوا على تطوير المحتوى او ان هم يعني ينظموا الانشطه بتاعتهم. فتنسيق الشراكه بتاخد وقت كتير قوي، فبتبقى محتاجه دعم كتير من المؤسسه. فاحنا يعني احنا عارفين ده، واحنا موجودين يعني. وعشان كده حابة أقول لكم يعني لبنى وطبعا كل المستمعين إنه إن دوري في المؤسسة هي لدعم المجتمع، وحابة إنه لو في أي حد عنده أفكار ومحتاج دعم من ناحية تنسيق شراكة، أنا موجودة عشان أدعم في ده. ودي من ضمن التحديات، ان المتطوعين عادة مش بيكون عندهم وقت ان هم يركزوا في استمرارية الشراكة والحفاظ على الشراكة على مدى طويل. فدي من ضمن الحاجات اللي ممكن أساعد أو أدعم فيها. شكرا لك سيدة فريدة على العمل الذي تقومين به، وكما قلت يعني المتطوعون هم يكون هدفهم دائما هو الكتابة والتحرير والبحث عن المعلومة والعمل على نشرها، وبالتالي لا يكون لهم الوقت في التفكير في مثل هذه الأمور. وهذه الأمور بالضبط يقوم بها جنود خفاء الذين يعملون بويكيميديا. فمن خلالك أريد أن أوجه تحية كبيرة لكل من يعمل في الخفاء من أجل المساهمة أو للمساعدة على نشر المعلومة وجعلها متاحة على نطاق أوسع.
فشكرا لكل المجهودات التي تقومون بها في هذا الإطار، ولولاكم لما استطعنا أن يعني أن نصل إلى ما نحن عليه الآن. يعني فكل مشاريع ويكيبيديا تعرف يعني تعرف أوجها الآن، والكل يعني يشهد بالعمل الجبار أو لا بما تقدمه للبشرية ككل. فشكرا لكم. شكرا، وشكرا لكم طبعا. انتوا المتطوعين، فانتوا بالنسبه لنا يعني انا عايزه اقول العكس كمان، يعني انتوا بالنسبه لكم لولا ان انتم مش يعني بتنظموا كل الانشطه بتاعتكم لتوسيع الحركه يعني عشان يعني بيسموه ايه to bring in volunteers او متطوعين تاني زياده، لولا انتم لولاكم يعني كنا ما كناش عملنا الشغل بتاعنا برضو. فيعني شكرا لكم برضو. يعني وبالتالي يجب أن نشكر بعضنا البعض. بالضبط. هنا سيدة فريدة، أود أن تحدثينا أكثر عن الدعم المؤسسي وماذا نقصد به؟ الدعم المؤسسي هو في الاساس ان احنا اللي احنا بنعمله هو زي ما بنعمله من يعني زي ما بنسمع احتياجات لشراكات معينه، بنحاول قد ما نقدر ان احنا نسمع اي احتياج او فكره مشروع من اي من بعض ال يا اما حد من المجتمع او مجموعه مستخدمين، لو عندهم اي احتياج او فكره ممكن يتواصلوا معايا حتى كمديره الشراكات، بنحلل الطلب ده داخليا. وفي زي ما قلت في كذا فريق بيشتغلوا على مواضيع مختلفه، فاللي بعمله انه بن 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 بنقدم زي ما اللي بيسموه دعم مؤسسي او دعم في كذا كذا فريق بيشتغلوا مع بعض عشان لتلبيه الاحتياج ده. فمثلا هدي مثال انه كان في حد كان بعت لنا عشان حابب ان هو يبدا مشروع بيركز مثلا على توثيق التراث العالمي في المنطقه، فمن خلال الاقتراح بتاعه والاهداف الواضحه اللي كانت موجوده جمعنا بعض الفرق من فريق المنح، من فريق الشراكات، من فريق البرامج المجتمعيه، ولو محتاجين مثلا منظور قانوني بنتكلم معهم برضو، وبنقدم حاجه دعم بيبقى زي ما بنسميه مصممه للاحتياج ده او بيسموه تيلر ميد، يعني بالذات لو في حد عنده احتياج معين وحابب ان هو يعني يجي له دعم من المؤسسه، ممكن من خلال التواصل معايا نفكر في ازاي ممكن ندي نوع من السبورت. وافتكر ده الدعم المؤسسي ده بيتعمل من خلال المؤتمرات، يعني مثلا احنا دلوقتي بنقرب على ويكي عربيه ويكي اندابا، فاحنا شغالين داخليا في بننسق كمؤسسه ان احنا ندعم المؤتمرات من خلال المنح، من خلال طبعا في منح وفي شراكات والاتصالات واي حاجه اي احتياج اخر يعني. فده اللي قصدنا عليه من ناحيه الدعم المؤسسي. كنقطه اخيره فيما قلته، تحدثت عن المؤتمرات، بخصوص هذه المؤتمرات كيف يمكن إبرام الشراكات؟ هل هنالك شراكات خاصة من أجل عقد المؤتمرات، أم يمكن يعني أن تكون شراكة دائمة ومن أجل مشاريع أخرى؟ تمام، يعني احنا حاليا بنشتغل على ازاي ممكن نحسن كمان الشراكات اللي احنا بنقدمه في المؤتمرات، بالذات الحاجات اللي ليها علاقه بالدعم اللوجستي والدعم اللي عاده الكور اورجنايزنج تيم او حتى اللجان التوجيهيه بيحتاجوها. بس أهم حاجة بالنسبة لنا هو زي ما قلت إن احنا نحدد الهدف أو الاحتياج للشراكات المختلفة. ومن ضمن التحديات اللي احنا بنواجهها بالفريق الشراكات بتواجهها هي إن المؤتمرات بتبقى بيكون عندنا بس
بعد يعني يمكن 3 أو 4 أشهر لتحضير الشراكات للمؤتمرات. فعادة الشراكات دي بتاخد وقت أكتر بكتير، عشان اللي بيحصل إن إحنا عادة محتاجين إن أولا نفهم الحاجة أو أهداف الشراكات، وبعدين بنبقى محتاجين الوقت لتطوير العلاقة ما بيننا وما بين الشريك، ونتأكد ويكون في عصف ذهني ما بين الشركاء عشان نلاقي الأرضية مشتركة وأهداف استراتيجية بتتوافق مع المؤسستين. فده بياخد وقت، فاللي احنا بنحاول نعملها افتكر، وده دي حاجه بتتعمل خلال الفتره اللي جايه، يعني شبه ويكيمانيا. عاده دلوقتي بنعرف لمده 3 سنين فين ويكيمانيا هتحصل، فعايزين نعمل كده برضو مع المؤتمرات الاقليميه، عشان ده هيساعد في تطوير الشراكات دي على ما، عشان ممكن نبدا مثلا في التخطيط سنه قبل حتى المؤتمر. فده هيساعد جدا، وهيساعدنا ان احنا نبني علاقات مع الشريك اللي هنستفيد منه كمان في المؤتمر. الحاجة الثانية انه المؤتمرات دي مش بتبقى بس، يعني الشريك مش مهتم بس ان هو يكون موجود في المؤتمر، هو عايز علاقة استراتيجية بتكمل حتى بعد المؤتمر. فالمهم برضو ان احنا نركز على شركاء مش بس يعني للمؤتمر نفسه بس، بالعكس نقول ان في علاقة بدأت قبل وهتكمل بعد المؤتمر، والهدف بتاعها هيكون ألف ب و ت. فاهمين قصدي؟ مش بس إنه بنتكلم عن المؤتمر نفسه. فدي حاجة تانية حابين إن احنا نركز عليها في الفترة اللي جاية. جميل جدا سيدة فريدة. هنا أيضا بخصوص يعني هذه الشراكات الحالية، هل أو لا، ما هي أهم الشراكات الحالية التي ساعدت في تقدم حركة ويكيميديا بشكل عام؟ تمام. أعتقد إنه أهم الشراكات اللي إحنا ركزنا عليها بالذات يعني كأولوية، هي إزاي الشراكات اللي بتساعد في الوصول على منح أو محتوى. فبس أولاً منح، يعني عشان ده بيساعد جداً في الأنشطة. يعني على سبيل المثال، يعني سمحت لنا الشراكة مع كيويتس بدعم العديد من الحاصلين على المنح في عديد من الأنحاء العالم، مش بس في المنطقة العربية أو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وده بيساعد طبعا على تحسين المساواة في المعرفة والوصول إلى الموارد، فدي بتبقى حاجة مهمة جدا. وحاجة تانية هي الشراكات اللي ممكن تساعد في تحسين جودة المحتوى. فعايزين برضو إن احنا بنطور في علاقات مع المتاحف والمكتبات في الفترة اللي جاية، عشان دول اللي فعلا هيساعدونا، أو حتى إن احنا نبني أنشطة مع خبراء في مجالات مختلفة اللي هيساعدوا في تحسين جودة المحتوى اللي موجود على المنصات المختلفة بتاعت ويكيميديا. ودول اللي هيساعدوا جدا في زي ما كنا بنتكلم على المحتوى اللي هيكون دقيق ومفيد للقارئ. نعم سيدة فريدة، تحدثنا كثيرا خلال الحلقة عن الشراكات وعن دورها وما إلى ذلك. هنا أود أن أسألك، كيف يمكن لباقي المجتمعات أن تستفيد من الشراكات الدولية التي تبرمها الحركة؟ أعتقد إنه يعني أهم حاجة هو الوعي. يعني أفتكر إنه محتاجين نرفع وعي مش يعني قصدي إنه محتاجين إن الناس تعرف عن الشراكات المختلفة اللي بتحصل. يعني أعتقد من ضمن التحديات هي إن لسه يمكن ما فيش وعي كافي عن الشراكات اللي موجودة في كل أنحاء العالم اللي احنا ممكن نستفيد منها ونتعلم منها. فأفتكر ودي طبعا من ضمن الحاجات اللي احنا بنطورها في العمل بتاعنا كفريق الشراكات، إن لازم يعني مجموعات المستخدمين أو كل الأفيليتس اللي موجودة في كل الحركة يكونوا عارفين الشراكات اللي اتعملت، مش بس على مستوى دولية بس كمان على مستوى يعني إقليمية وحتى محلية، عشان ده بيساعد في توليد الأفكار. وممكن فعلا يعني من ضمن الحاجات زي ما كنت بقول إن أنا بشتغل مع زملائي في فريق الشراكات في إزاي نشوف لو في أي تشابه ما بين المناطق عشان نوسع نطاق الشراكات للمناطق بتاعتنا.
فدي من ضمن الحاجات اللي فعلا ممكن تساعد برضو ان المجموعات مجموعات المستخدمين وكل اللي موجودين او بيشتغلوا في الحركه يكونوا عارفين الشراكات المختلفه اللي شغالين عليها عشان يستفيدوا منها كمان. فرفع الوعي دي هتبقى حاجه هنركز عليها برضو. نعم أكيد سيدة فريدة، فرفع الوعي شيء مهم جدا. للأسف وصلنا إلى نهاية الحلقة. ككلمة أخيرة، ماذا يمكنك أن تقوله لنا؟ طبعا انا حابه بس اشارك انه يعني انا اتكلمت كتير عن ازاي حابين ان احنا ندعم المجموعات المختلفه في يعني انا طبعا بتكلم يعني بصفتي ك ودوري يعني في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا. فلو في اي حد حابب ان هو يتواصل معايا ونناقش او نتكلم اكتر عن دور الشراكات وازاي ممكن يعني نحسن، انا على طول حابه ان احنا نسمع ازاي ممكن نحسن دور الشراكات وازاي ممكن نشتغل احسن مع بعض يعني كفريق الشراكات والمجتمع. بليز يعني تواصلوا معايا ويلا نبدا نتكلم اكتر، ولو في طبعا اي احتياج للشراكه او حابين ان احنا نتكلم اكتر في خطوات الشراكه او ادعم في ده انا برضو موجوده في اي وقت. غير كده شكرا ليكي يا استاذه لبنى، وشكرا على الاسئله اللي مفيده جدا فعلا. وحابه انه يعني اشكر كل المستمعين اللي سمعوا الحلقه دي، واتمنى ان كان مفيد بالنسبه لكم. شكرا لك سيدة فريدة على قبولك الدعوة، شكرا على قبولك الحضور معنا في برنامج ويكي بودكاست. أنا شخصيا استمتعت كثيرا بالحلقة، وخصوصا أن هذا موضوع الشراكات وموضوع جد مهم بالنسبة لنا كمجموعة ويكيميديا المغرب وباقي المجموعات، فهو موضوع مهم جدا. شكرا لك على قبولك الدعوة، شكرا لكم ولكل من استمع إلينا ووصل لنهاية الحلقة. كنتم مع الحلقة 9 من الموسم الثاني من برنامجكم ويكي بودكاست. نتمنى أن تكونوا قد قضيتم وقتا ممتعا معنا، نتمنى أن تنضموا إلينا في قادم الحلقات، شاركوا الحلقة مع أصدقائكم، أعطونا آراءكم وتعليقاتكم حول الحلقة. شكرا لكم ونلقاكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد وموضوع جديد. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.